ضيوفنا هلا مشاهدينا فنان كبير وطبيب قدير، جمعوا جهودهم وموهبتهم من اجل قضيه انسانيه حتى يوقفوا بوجه المرض ويقولوا ما في مستحيل. هيدي صرخه اطلقوها باسم كل طفل عم بيخوض المعركه ضد المرض وما له الا ايمانه، طبيبه وناس طيبين مثلكم مشاهدينا، وهيدي كمان عنوان اغنيه رح يطلقوها قريبا بالاسواق. برحب بالفنان الكبير غسان صليبه والدكتور القدير بيتر نون، اهلا وسهلا فيكم. أهلا فيك. ما في مستحيل عنوان أغنية جديدة بتجمعكم سوا، أغنية حول قضية بتلمسنا كلنا اللي هي مرض سرطان وبالأخص مرض سرطان الأطفال، وقدمتوها باسمهم هالأغنية، رح تنطلق قريبا بالأسواق وعم نحكي عنها لأول مرة عبر شاشة الام تي في، وأنا وإلي بنشكركم إنه اخترتوا إنه تكون الانطلاقة من برنامجنا بالذات. شو قصة هالأغنية دكتور نون، وكيف بتجمع بين فنان قدير وكمان طبيب معروف؟ نحن ب 15 شهر هو بيكون يوم العالمي لسرطان الاطفال، وب 4 شهر كمان 4 شباط كان يوم العالمي للسرطان ككل، والسنه هو السنه العاشره لجمعيه كيدز فيرست، ففكرنا انه الصوت يودي، ما في احلى من صوت غسان صليبه تيودي هالصرخه ويودي هالفكره تالناس تعرف اكثر عن هالمرض، تعرف اكثر عن هالمرضى مش عن المرض اي يمكن، ويحسوا بوجودهم وبمعاناتهم، ومن وراء معاناتهم نعرف قديش مهم ان نساعدهم. فكانت لي غسان صليبه، انا وغسان صليبه بتجمعنا صداقه من زمان، وانا بعرف انه هو كمان بحب القصص الانسانيه لانه غنى لهالموضوع، هو بيحكي غنى لموضوع ثاني التوحد. استاذ صليبه، صوتك اللي شو ما حمل بيوصل، كل قضيه بتعني الانسان، بتعني الوطن، الحب بيوصل لقلوب الناس. بس الصعب بالموضوع بالتحديد يلي منقيينه انه كيف بده ينصاغ الكلام، بهمني اعرف منك كيف نصاغ الكلام تتوصل الرساله. الفكره هي انه الحوار بين المريض وبين الطبيب. في وجع، فيها وجع ولكن فيها امل، وبالنهايه كمان انه الطبيب بيقول بالكلام انه اراده الله بالنهايه هي يلي بتحسم الموضوع. الحكيم بيعمل واجباته، ونحن عنا بالنهاية لازم يضل عنا أمل، أمل بالله، يكون مؤمنين بحالنا وبالناس حوالينا وبمحبة الناس يلي ممكن يساعدوا هذا المريض معنويا وماديا ويقفوا إلى جانبه. ودكتور نون يعني شرفني بهيدي الأغنية، يعني أنا أديها معه، نحن اصدقاء من صيف، من اول ما قدمنا صيف 42 مع بعض، عام 87 اثنيناتكم شاركتوا فيه، يعني الصداقه بترجع له، كان البطل اكيد وكان لك دور صغير. بدي خبر المشاهدين دكتور نون انه انت عندك خلفيه موسيقيه كمان مهمه، يعني انت تلميذ الكونسرفاتوار ودرست غناء شرقي، غناء غربي، وحتى شاركت بالنسخه الاولى لصيف 48، ومن هالعمل تعرفتوا على بعض وبقيتوا لليوم اصدقاء. غسان، شو اللي جذبك هالمشروع؟ يعني نحن بنعرف انه ولا مره ترددت انه تشارك بحفله خيريه او نشاط خيري، ولكن ليش هالموضوع بالذات؟ انا بقول انه الله عطى للشخص صوت او موهبه لازم يوظفها لاي عمل، لعمل انساني، والا بتبقى الموهبه بعتقد انا ناقصه اذا ما خدمت قضايا انسانيه واجتماعيه ووطنيه، يعني هيدي الموهبه هو ما له فضل فيها، بصير له فضل اكثر وبصير لها قيمه اكثر موهبته اذا قدمت اعمال مثل هذا العمل عم نقدمه سوا، او مثل اغنيه التوحد الاستاذ منصور رحباني، نعم، او الاعمال الوطنيه. ما بكفي الفنان يكون هو اداه ترفيهيه فقط، كمان لازم يكون موجود بالقضايا الانسانيه، بالقضايا الوطنيه الاجتماعيه. الله عطيه هذه الموهبه ولازم من خلالها يستخدمها. يعني برايك انه الجمعيه هي سلطه وواجب على كل فنان يستخدم هالسلطه بخدمه الخير والقضايا الانسانيه؟ اكيد. استاذ صليبه، اليوم الغنيه اكيد غنية من صغلة كلام ولحن وهدفها توصل للناس، بس كيف قادره تعمل فرق؟ انتم شو حاطين امال على هالغنيه؟ شو بدكم منها؟ يعني كل غنية أول شيء بتضوي على هالحالة هيدي وبتعطي أمل وبتشجع الناس أنهم يتواصلوا مع الناس اللي بحاجة لتواصل معهم إنسانيا ومساعدات من كل الميلات. الدكتور بيشرح قديش كلفة العلاج لهالأشخاص هودي، مش كل الناس قادرة،
بقى عمل من هالنوع بيخلي الكل يتضامنوا لخدمة هالقضايا الإنسانية هيدي. الأغنية بتضوي على هيدي الحالة وتستكمل باحتفالات وبنشاطات اجتماعية. نعم. ريعة بيعود لدعم هالمرضى. دكتور نون، ما في مستحيل أغنية كانت فكرتك بالأساس، طرحت الفكرة على غسان وأكيد حب الفكرة، تعاونتوا سوا. كلمات وألحان سليم عساف، توزيع داني حلو، وهندسة صوت لرالف سليمان. خبرنا شوي غسان عن موضوع الأغنية، حوار بين مريض وطبيبه، وهيدي مش أول مرة أنت بتغني. بدي أخبر المشاهدين، السنة الماضية بالحفل الخيري السنوي لجمعية كيدز فيرست أطلقت أغنية كمان بنفس الموضوع من أجل نفس القضية بعنوان حكاية حياة. شو كانت ردة فعل الناس بوقتها؟ كيف تلقوا هالأغنية؟ أنا خاصة أنه طبيب عم بيأدي هالأغنية. مثل ما قلتي رولا، من وقت وقفت درست أخذت شهادتي بالموسيقى ما عاد غنيت، يعني رحت بالطب، والطب بتعرفوا بياخد وقت كتير. بس نحن مرض عم نداويه قاسي، سرطان عند الأولاد يمكن أقسى شيء ممكن الواحد يصيب هالكون. فحبيت أنه أرجع ضوي مثل ما قال الأستاذ غسان، يعني وقت نضوي على الموضوع ونضوي قديش نسبة عالية من هالناس بتصح، حلو نفرجي طراوي. مش أنا ما بحب الناس تشوفني كحكيم، حكيم سرطان يعني شيء قاسي، يعني حبيت ينكسر هالجليد بيني وبين الناس. ويمكن الصوت، صوت أحلى شيء هو بيودي. وكمان ليش حبينا يكون أستاذ غسان معنا؟ أنا برأيي هلأ هو صوته يوصل رسالة، أجمل صوت على الساحة. على كل برأيك على كل هالأغنيتين، إن كان ما في مستحيل أو حكاية حياتنا، نيناتهم خلقوا من وراء معاناة، من وراء وجع شخصي. معاناة عائلة أكيد مع طفل عم بيواجه، عم بيخوض هالمعركة ضد المرض. يعني عايشينا. في بعض الناس ممكن تنتقد دكتور نون انه كيف طبيب مكرس حياته لشفاء الاطفال عم بغني، شو بتقول لهالناس؟ انا طبيب ومكرس حالي ورح ضلني مكرس حالي. نعم. بس انا شو مثل ما قلت قبل شوي، انه بخلي هالعلاقه بيني وبين مرضاي واهاليهم والناس كلها تكون اسلس، راح اعمله بغني شيء اجتماعي، بفوت مع دانسينغ وزهر. ما في مشكله، اهم شيء نخدم قضيتنا انه نوصل اطفالنا للشفاء، ومن خلال الطفل اهله ومجتمعه، لانه مجتمع كله بيوقع وقت ولد منصاب بالسرطان. نعم. ما بتعرفوا العيلة قديش صار زلزال مش بس بالبيت، بمحيطهم كلهم هذا زلزال بيضربهم. فما فينا نكون قاسيين، وبس انه كل شيء بيخدمهم نحن مستعدين نعمل. منحييك على هالروح اللي عندك دكتور. وانا بشوف كمان انه حكيم يغني مثل ما بيقول بيتر، بتعطي جو حلو للمرضى اللي بيشوفوا حكيم عم يغني، انه مثل ما قال انه مش منه جاي يعمل، بحسوه قريب منهم او عم يشعر معهم باللي هن عم بيمروا فيه، ما بخوفهم يعني عم يشعر معهم. وبعدين يعني انا بدي هنيه كمان دكتور نون، انه هو شخص انساني. في كثير حكماء شاطرين بمهنتهم ولكن بعيد عن التواصل الانساني، بيعمل واجباته وبفل، مش مثل دكتور نون عم يتابع الاطفال خطوه بخطوه مع اهاليهم. وانت ما عم يقول هيدي اصعب شغله ممكن الانسان، اصعب مهنه انا بقول. صح. حقيقه اصعب مهنه انه الواحد يتعاطى مع هالحالات الصعبه، خاصه عم يتواصل مع اهل هالقد موجوعين على وجع ولدهم، واغلى شيء بالحياه هو الولد. وكيف الحكيم بده يقدر يعمل هذا التواصل بين اثنين ويقدر يطر الاجواء ويكون، يعني نحن نتمنى يعني الشفاء لكل المصابين بكل مرض، كيف اذا كان مرض السرطان اطفال. ما قلت رولا نحن فخورين انه اختاروا برنامجنا تيكونوا معنا ونطلق هالعمل ويسمعوا الناس لاول مره. خلينا نسمع ونشوف على بعض الصور العمل الغنائي الجديد. دخيلك يا طبيبي تعالجني من مصيبي اللي إذا نهايتها بعيدة أو قريبة، حكيلي شفيلي غليلي طالع بإيدك حيلي، ولا حتى تعالج مرضي صارت مستحيلي. دخيلك يا طبيبي تعالجني من مصيري اللي إذا نهايتها
بعيد او قريب حكي لي شفي لي بليل طالع بايدك حيلي ولا حتى تعالج مرضي صارت مستحيل ما في مستحيل لكن كل شي بايده للعالي القدير ساكن عينينا مبارك ايدينا هو بيقرر وحده وبايده المصير تذكر انه نحن صغار لكن هو كبير الله 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 يا طبيبي الله 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 يا طبيبي كلمات رائعة وأداء أحلى دكتور نون هيك سؤال لشخصي بنعرف انه صوتك حلو ولكن انت ورايح على استوديو قبل ما تدخل ما فكرت انه عم تدخل حتى توقف امام صوت هالقد متمكن وصوت هالقد رائع ما كان في شيء هيك كان في كثير خوف ما قلت شو بدي بهالشغله كان في كثير خوف سالت داني حلو سليم عساف كثير شجعوني لانه انا اول غنيه عملتها سنة الماضية كنت معنا حضرتك كنت وحده يعني انا عم غنيها عاملها كمان بحب اشكر منير ابو عساف وهشام بولوس وكنت وحده ما كنت خايف انه شو ما طلعت وانا ما حدا رح يحسبني انا مش فنان نعم انه بالعكس فكره حلوه الحكيم عم بغني بس عم غني مع اجمل صوت كانت قلنا معك نحن حدا كنت كثير خايف وسجلت قبل ما اجى هو نعم. واختفى ما بدي اكون وبدي هون شفنا الصور انا بحب دائما اشكر السيده العظيمه نعم. ست ليلى صلاح اللي هي عرابه جمعيه كيدز فيرست من 10 سنين قلنا نحن صار عمرنا 10 سنين نحن قادرين نكفي بجهودها بس للاسف عدد المرضى كتير كثير عندنا يعني سنويا عم ناخذ 60 ل 70 مريض جديد ونحن مده العلاج 3 سنوات يعني هون تراكم ليلى صلاح وسط الاطفال بحفله عيد الميلاد اللي بنعملها للاولاد كل سنه على نوال مع مجموعه من الفنانين سيد راغب عليمي وكمان عدد من ابرز نجوم الشاشه اللبنانيه وكمان شخصيات كانوا موجودين واكيد اطفال كيدز فيرست اللي هن نجوم الحفل كله مزبوط فنحن هالعدد كثير هون انت معنا دائما انت معنا الكلفه عاليه الوقت طويل يعني صار ايد واحده ما بتقدر تزقف يعني نحن بحاجه لكل الايد البيضاء من الناس الفرس الارمله للاكبر شيء لتنقدر نقوم ب 170 ولد سنويا دكتور نور قد ايه الكلفه قد ايه 50000 دولار للولد سنويا اضربهم ب 160 170 هلا كيدز فيرست عندها وشوف الرقم الخيالي والعلاج بيمتد عادة لثلاث سنين يعني 150 نحن عندنا امراض تقريبا ست شهور الليمفوما اللي هن اقل شيء واكثر شيء سرطان الدم بيروح لثلاث سنين علاج نعم. هلا من الناحيه الايجابيه انه بالرغم من التكاليف العاليه عم نقدر نوصل لنسبه شفاء بتتخطى 80% وهذا يمكن اللي كثار من المشاهدين ما بيعرفوا لذلك اهميه التبرعات واهميه اقامه هالحفلات ومبادرات مثل اللي انتم عم تقوموا فيها مع هالاغنيه ما كفينا تاني بارتي غسان بتاني بارتي هون عم يرجع يقول عندي امل يعني هذا بيرجعوا بيسمعوها الناس الغنيه كامله لانه بلش عم يحكي عن معاناته وتاني بارتي الامل هون اللي عم تقولي عنه حضرتك وإلي انه نحن المنيح بسرطان الأطفال نسبة الشفاء عالية كتير للأسف عند الكبار أقل بس إن شاء الله أنه شوي شوي كل هالنسب ترتفع فكتير نحن عم نشدد من وراء الغنية على الأمل وأمل والله العاطي الشفاء خلال نعم. الأطباء أكيد أستاذ غسان صليبة الغنية رح تتصور كليب إيه مبدئياً هلأ عم تنشغل اخترتوا المخرج ولا بعد؟ داني فارس كمان من ومخرج بنان الام تي في بالجرم المشهود هو كان عملنا فكره حلوه كثير غسان بيكون اخذ دوره ما بدنا كثير نحكي تما تروح الفكره بس غسان بيكون انسان كاتب ومغني عظيم جدا بنته مصابه بالسرطان وهون في تكاثر احداث بيخسر صوته
ترجع صوته لقاله وقتها يرجع يشوف بنته صحت، انه ما بدنا نفوت كثير بالتفاصيل قبل ما تتصور. قريبا رح نبلش نصور. عاده لما بيتناولوا موضوع المرض وبالاخص مرض السرطان بالفيديو كليبس بخلونا ننظر للمريض او المصاب بالشفقه، وانا اكيد انه ما في مريض وما في اهل انه بيرضوا انه ننظر لهم بهالطريقه. رح تنتبهوا لهالموضوع بتصوير هالكليب؟ المعاناة ما بعرف اذا هذا سام بحبي، المعاناة بنشوفها البي. نعم. مش الولد. الولد ابدا ما بفرجيه عم يعني نحن ما بدنا ننظر بالشفقة لا للمريض ولا للاهل، لانه نحن من خلال هالاغنيه عم بدنا نكون دافع لهم حتى يكونوا قوية ويواجهوا هالمرض، بدنا نعطيهم احساسنا محبتنا ودعمنا لهم بدون ما يكون في شفقة. معك حق، ونهايتها سعيده يعني انه ما عندنا كله نحن عم نفرجي انه ما في مستحيل على اسمه، ما في شيء مستحيل. انت معقول نشوف هالفيديو كليب جاهز؟ قريبه هلا. المشكله انا المشكله بيعني بس بضلني مسافر. ما عندك وقت تصور ايه؟ نطر الاستاذ غسان. فبضل عندنا مؤتمرات وسفر. بس ان شاء الله كثير قريب. كنت حابب انا والاستاذ غسان انه تنطلق كمان كيف انطلقت الغنيه قبل اليوم العالمي للسرطان كمان الفيديو كليب، بس يوم انا ما بحب بس لانه يوم عالمي للسرطان، السرطان معنا للاسف كل يوم وكل ساعة، وما حدا أبدا فوق راسه خيمة، كل الناس عم تصاب. فإذا بتشوفوا الأرقام بلبنان، عم تسمعوا الوزير شو عم يحكي. نعم. عنا أرقام كتير كتير مخيفة. فمش لأنه ما قدرنا نصور قبل يوم عالم للسرطان، هو سرطان للأسف كل يوم. نعم. يوم السرطان. نعم. استاذ صليبة، رح ننقل من بعد هالعمل يلي هو عن جد عمل بعتقد كل فنان بيفتخر أنه صار له أنه يقدم وينقل وجع هالأطفال ويحملوا للناس، للأغنيات الجديدة يلي عم ننبسط أنه كل كم شهر نسمع من صوتك غنية جديدة. بعد بعيد الشهر سمعنا غنية كمان جديدة، وفي أعمال عم تتحضر. شو فيك تقلنا عن كل هالمشروع هيدا؟ هلا يعني كل فترة بيطلع موضوع غنية جديدة، منحاول أنه تكون الغنية يلي نحن بنحب نقدمها ككلام ولحن وكل شيء، ونفس الوقت عم نحضر لعمل كبير، كان بالدراما ولا كان على صعيد استعراض كبير او مسرح. يعني هلا كلها امور بطور الدراسي والتحضير للصيف الجاي. على كل اغنية بعيد الشر مش بعيدة عن الموضوع اللي عم نحكي عنه، ان كان بمعانيها او بادائك الرائع، او حتى اخترت انه الكليب يكون عن موضوع اب خايف على ولده. ايه العلاقة بين الاب وابنه المراهق؟ يعني رغم كل العلاقه تكون متوتره بين البي وبين الاولاد بهالعمر، بيكون عندهم استقلاليه وشويه هيك صدام بين بعض، ولكن الاهل بيسامحوا دائما وبيضلوا عاطفتهم ضل غامره اولادهم بغض النظر عن العمر اللي بيكونوا فيه. في اغنيه كان طفل التوحد كمان العاطفه حاضره بالكليب وبالكلام العظيم لمنصور الرحباني. خلينا نروح نشوف مقطع منها ونرجع نتابع حوار. بدت هذا الصمت، دعني أسمع صوتك، فرح الأجمل أنت، دعني أسمع صوتك. بدت هذا الصمت، دعني أسمع صوتك، فرح الأجمل أنت. قل شيئا، قل كلمة تسعد هذه الدار، من عينيك تشرق الشمس نهار. قل شيئا، قل كلمة تسعد هذه الدار، من عينيك يطل الفجر وتشرق الشمس نهار. دكتور نون، عم تحتفلوا هالسنة بمرور 10 سنين على تأسيس جمعية كيدز فيرست، وهي بالنهاية قصة نجاح هالجمعية لأنه قدرتوا تحققوا كتير أشياء خلال هالفترة. خبرنا شوي بالأرقام شو قدرتوا تعملوا خلال هالفترة العشر سنين. مثل ما قلنا نحن بلشنا بعدد كتير صغير، وبتعرفي القصة كتير منيح، حكينا عنها وقتها
بال2005 مرت سفير سويسرا مدام مايا ليتشر، عرفت بمرضانا واجت هي صارت تساعد شخصيا، وبعدين اتصلت بالست ليلى صلحوا فينا وبالاهالي وعملنا جمعيه واسسناها كيدز فيرست، وسنه عن سنه اسمنا نعرف اكثر ونعرف انه عم نساعد ناس كثير. بلبنان سنويا يصاب 250 ولد عندهم سرطان، بيتقسموا على عدة مراكز، نحن عندنا حصة كتير كبيرة، نعم. عم ناخد 60 ل 70 ولد سنويا كل سنة. كل سنة اللي بيزيدوا على العدد اللي عندك من السنة اللي قبلها، يعني انتو كل سنة عم بتعالجوا حوالي 200 طفل، 180 ل 200، عدد كتير كبير، منشان هيك مستشفى واحدة ما بتساعون. نحن موجودين بمستشفى الروم، بمستشفى جعيتاوي، وبمستشفى المعونات بجبال، عدد كتير كبير يوميا 30-40 ولد عندهم سرطان بيجوا ياخذوا علاج كيميائي، عدد مهول. بس مثل ما قلتوا حضراتكم تنكم انه الحلو، ما بدي اقول الحلو، المنيح انه عندنا 80% منهم عم بيصحوا، بس يا ريت بنوصل لل 100%، وال 20% اللي مش عم نقدر نشفيهم، مش نحن عالميا، نحن عندنا النسب هي ذاتها مثل امريكا واوروبا، نفس البروتوكول الطبي اصلا ابدا، ونفس نسب النجاح اللي هي مش متوفره بالبلدان اللي حوالينا. يعني لبنان عنده نفس النسب مثل اوروبا وامريكا، منشان هيك صرنا كمان بهالمرض نحن اذا بدك سياحه الشرق، عم يجي لعنا كثير هلا للاسف النازحين، اكيد السوريين، بس عندنا ناس مش نازحين، نعم. من العراق ومن البلدان العربيه بيجوا بيتحكموا عنا وبيرجعوا بفوت. وانتم ما بتميزوا يعني أبداً. اختيار او استقبال الاطفال اكيد بدون تمييز، ولا دين ولا طائفه ولا عرق، نعم. ولا لون. رح نتوقف لعدة دقائق ومننهي حديثنا معكم ومننتقل للوول اوف فيم. غريبين لي بساحة اجتمعوا، صيف حرب لي صدفي واجتمعوا، لا سألها من وين ولم نتلاقى وين، يمكن حكيوا العينين وبالسر توجعوا. يعني ما بعرف اذا بيخلق احلى من هالغنية، يا ريت معنا وقت اكثر عن جد، الحديث ما بينشبع منه معك استاذ غسان صليبة وحضرتك دكتور نون. قبل ما نختم بس سؤال سريع، الحفلات والنشاطات الخيرية والمبادرات اللي عم تقوموا فيها مثل الاغنية، قد ايه بتساعد بجمع التبرعات لكم؟ بتساعد كثير، بتفرجي مصداقية، نحن منه عمل تجاري بس بتفرجي مصداقية، يعني وقت فنان كبير مثل الأستاذ غسان صليبة أو كمان فرجيتي قبل شوي عدد كبير من النجوم وحضرتك معنا لك سنين نجمة لا بتقدمي حفلاتنا، بيعطي مصداقية والناس بتصدق ساعتها بتشوف، والنجوم بتوصل بتوصل الكل. أكيد أنا بدي أدعيكم تمضوا لنا على الول. أستاذ غسان كنت عم تحكينا أنه في أغاني جديدة وفي عمل مسرح جديد مبدئيا، في حفلة جديدة بعرف لعيد العشاء كلنا ناطرين نهار السبت، طبعا عيد العشاء بدون حفلة بدون ما نغني لهم. وقد ايه أحلى عيد العشاء مع صوتك الرائع أستاذ غسان، وين بتحب وين بقدي سانس ليلة السبت؟ نعم. أوكي. وبالصيفية في مسرحية جديدة؟ ما بتتأكد لي تطمني هلا. السنة الماضية تكرمت علينا بحفلتين بكازينو لبنان وكانوا رائعين، ما تتبخل علينا هالسنة استاذ غسان، بدنا نشوفك ونسمعك أكثر، بتوعدنا؟ أكيد. خلص يلا. لولا نحن وصلنا لختام حلقتنا، بدنا نقول لكل يلي بيحملوا اسم مارون ينعاد عليكم، ينعاد على كل يلي بيلاقوا بمار مارون شفيها لإلهم ولحياتهم. شكرا لك إلي استاذ غسان، ثانك يو بيتر نون، ناطرينك لتمضي كمان، الله يقويكم. واكيد انا برجع بقول بفضل فنانين عندهم هالقد روح انسانيه كبيره واطباء هالقد بيشتغلوا بضميرهم وناس طيبين مثلكم انتم مشاهدينا، فينا كلنا نوقف بوجه المرض ونقول ما في مستحيل. انا بشكر متابعتكم لنا وبنرجع بنلاقيكم الله رد بكره الصبح بلايف جديد. باي باي. بكره بي الايف بي اب تو ديت اخبار لبنان والعالم، بي هورسكوب خصائص برج الدلو والتوقعات اليوميه،
بي واتس كوكينج ميلفي بالفطر البري وستافت انديف وتشيكن ابل سالاد. بي ميك اوفر ريتا لمعة رح تغير لوك ورح تعطي نصايح جديدة. وبي ثاني رح نحكي عن حياة القديس مارون مع الأب أميل هاني.